أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منصات الذي يتابع كل ما هو مهم ممتع ومتداول على منصات التواصل الاجتماعي. وتتابعون اليوم عاصمة جديدة لإندونيسيا، ادعاء رسمي بالقتل على زوج نانسي عجرة. تبي تحرين الكويتيين؟ لا تقعدين أجابلين، ردي ديرتك، لا تقعدين عندنا. هجوم على الفنان أبو ثينة الرئيسي بسبب صورة. مليون روبل لكل عائلة تنجب ثلاثة أطفال في روسيا. ضجة كبيرة أحدثتها الأخبار يوم أمس بعد توجيه الادعاء اللبناني تهمة القتل الرسمية لزوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم. التهمة قانونياً اسمها جناية القتل القصدي، وذلك بعد حادثة أو الحادثة الشهيرة التي أدت لمقتل شاب سوري في منزله الأسبوع الماضي، وهو موضوع أخذ صدى واسع في معظم وسائل الإعلام العربية، والحديث طال حول ما إذا كان هناك إخفال الأدلة وما إذا كان هذا الشاب يعمل لدى عائلة نانسي أم لا. عنوان الخبر أثار لغطاً كبيراً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ظنوا أن فادي الهاشم أخيراً بات متهماً بجناية القتل القصدي، لكن بياناً صدر عن محاميه بدد تلك الظنون بتصريح قال فيه: لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس. وهذا ما ذكرته نانسي عجرم، الفنانة نانسي عجرم، في الكثير من اللقاءات بعد الحادث. فادي قبل كل شيء فادي بي، فادي زوج عنده مسؤوليات، فادي إنسان قبل ما يكون. مشان هيك نحن بدي فوت شوي بهذا. نحن أكيد ما بنتمنى، لا أنا ولا فادي ولا عائلتنا كلها بنتمنى اللي صار، وأنا من خلالكم بدي عزي أهله، بدي عزي والدته، بدي عزي زوجته، بدي عزي أهله كلهم. أكيد نحن ما بنتمنى إنه يلي صار معنا، بس الظروف، وما في بعتقد ولا بي يعني بحس انه غبره عم بتدق بولاده وبيسكت. فادي اللي عمله هي رده فعل على مده 6-7 دقائق عم ياكل تهديد كان. طبعا خبر مثل هذا لم يمر مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعل فيها المستخدمون بتغريدات ومنشورات عديده. البدايه مع امل. امل قالت في تغريده لها: هل خلصت كل كوارث العالم ومشاكل لبنان ولم يبقى إلا موضوع نانسي وزوجها؟ يا عمي اتركوهم بسلام. أما فادي يقول في تغريدة أيضا: القضاء أخذ هذه الخطوة لصرف النظر عن الموضوع وسحب القضية من الرأي العام شوي شوي، ومع الزمن الناس راح تنسى وبالأخير سوف يتم تبرئته. أما ميشيل في تغريدة له قال عن هذا الموضوع: القاضية غادة عون أوضحت أن قرارها بخصوص هالقضية هو لصالح الدكتور، والبعض بعده مصر ويحكي وينظر ويركب أفلام، عيب يا جماعة. هذا ما يقوله ميشيل. أما إياس في تغريدة له: الصراحة أول مرة بنسمع عن دفاع عن النفس بأكثر من 10 طلقات في الجسد، يسقط الدفاع عن النفس. وينضم إلينا من بيروت الصحفي ربيع فران. برأيك أستاذ ربيع، ماذا يعني القرار الذي صدر يوم أمس حول الادعاء على فادي الهاشم؟ القرار اللي صدر امبارح أو الادعاء أو طلب الادعاء من قبل القاضية غادة عون على الدكتور فادي هاشم هو في السياق الطبيعي لهذه القضية الشائكة التي مضى لها أكثر من أسبوعين، يعني حتفوت بأسبوع الثاني قريبا، وهو سياق طبيعي أن يحول المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القضية إلى قاضي تحقيق أول. قاضي تحقيق هو الذي يبت في هذه المسألة، وهو الذي يصدر القرار الظني بحق الدكتور فادي هاشم.
لكن برأيك كيف نتوقع سير القضية الآن بعد ما حدث يوم أمس؟ يعني هو بحسب الادعاء وبحسب المادتين القانونيتين بصلب الادعاء الذي طلبته القاضية أو المدعي العام غدعون، هما يعني القول اولا ان هناك حصلت جريمه قتل في المعنى القانوني، انها جريمه مقصوده بالمعنى القانوني او متعمده ومعطوفه على الماده 229 من قانون العقوبات، والتي تبيح أو تقول بأن الدفاع عن النفس معفى من المحاكمة، أو من لأنه في ضرورة بهيدي المادة بتقول أنه كان في موقع أو موقعة الدفاع عن النفس. يعني هن معطوفين على بعضهم المادتين 547 و229. برأيك هل نتوقع في الأيام القادمة تسوية، أن يكون هناك تسوية من نوع ما بين عائلة القتيل وعائلة نانسي عجرم؟ لابد في النهاية وأن يعني تصير تسوية بين الطرفين لصالح الطرفين. يعني الله يرحمه اللص أو السارق غلط، والمفروض أنه صارت جريمة بنية الدفاع عن النفس وعن البيت وعن العرض وعن بنات الفنانة نانسي عجرم من قبل والدهم. فأنا أتمنى أن يعني نذهب إلى تسوية، خصوصا وأنه هناك يعني طفلين عند الضحية، ولكن ما يجري اليوم هو مثل ما شفنا بالأيام القليلة الماضية أنه هو نوع من الابتزاز الواضح من قبل أقرباء أو عائلة الفقيد. بتمنى أنه بعد الحكم القضائي، بعد التحقيقات التي سيجريها قاضي التحقيق منصور، أن يعني تبين أو تظهر الحقيقة كاملة، ومن بعد أكيد هناك في تسوية قانونية يعني تعطي لنانسي عجرم وزوجها الحق، وتعطي لأهل الضحية أكيد الحق. ولكن هناك سؤال مهم انتشر يوم أمس، بطاقة عمل تابعة للقتيل، هل ثبت رسميا أنه لم يكن يعمل لدى بيت نانسي؟ بحسب مصادر نانسي عجرم وبحسب مصادر الزوج وبحسب مصادر العمال أو الموظفين في فيلا نانسي عجرم، الجميع أثبتوا أنه لا يعمل لديهم وما شايفينه. وبعدين أستاذ أنا بدي أقول شغلي يعني هون بين هلالين، أنه يعني اللي بده يطالب بمصاري يعني ما بيجي عند العالم بمنتصف الليل ليطلب بحقه. يعني يستطيع يعني، واليوم كلنا أنت بتعرف أنه نحن بعصر السوشيال ميديا وبعصر الجمعيات المدنية والحقوقية، كان يستطيع أنه يحط ستيتس صغير مثل ما أهله هلأ ما شاء الله، والجمهور الأكثر اللي صافف بصف الضحية طبعا كانوا بيقدروا يحطوا ستيتس صغير يقولوا أنه، بس ما ثبت بالوقائع ولا من خلال تصريحات نانسي ولا من خلال تصريحات حتى الموظف السوري اللي له عنده 8 سنين وهو أحمد وبتخاف علينا ناس كتير، ما ثبت أنه هن بيعرفوا لهذا الشخص بالمطلق. ولكن نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا بده يطلع حكي كتير، بده يطلع أخبار كتير. نانسي منا فنانة عادية، خلال 22 سنة أثبتت أنها فنانة مثيرة للجدل وفنانة نجمة، ويعني أنا بدي أقول أنه في كتير أحداث بتصير مع أخوة من جنسيات مختلفة أو حتى مع لبنانيين ما منشوفهم أخذوا هيدا الخلفية اللي أخذتها قضية نانسي عجرم. وفي النهاية الحكم النهائي والطبيعي والضروري يجب أن يكون بيد القضاء اللبناني، هو العدل وهو الفصل في هذه القضية المفصلية من حياة فنانة لها شهرتها ولها اسمها والعدالة لزوجها. جميل، هل تتوقع أن يطول مسار القضية في الأيام القادمة، وهل يكون الدكتور فادي الهاشم داخل الحبس أم يكون في بيته تحت الكفالة أو ما شابه؟ أنا حتى الأمس يعني اتصلت ب
بمنزل الفنان نانسي عجرم، وتأكد لي أنه الدكتور فادي لا زال في منزله. أنا يعني ما بحسب، أنا ماني قاضي ولا محامي لأقول بهذه القضية، هناك حسيات وهناك تفاصيل يجب أن يدرسها القاضي اللي بده هيدا. أنا ما بقول أنه لازم تطول، لأنه في سمعة بيت وسمعة فنانة، كما وأنه هناك كمان سمعة يعني إنسان قضى حياته بموقف كتير يعني ما كان لازم يصير، إذا كان له حق أو ما كان له حق. يعني أنا بتمنى أنه تخلص القضية للعدالة بين الطرفين، وأقرار الحق اللي يجب أن تاخده أهل الضحية، والحق المعنوي اللي يجب أن يعطى للإساءات التي صارت من خلال أيام قليلة ماضية أو من خلال أسبوع إذا بدك أكثر للفنانة نانسي عجرم، واتهامها بالحقد واتهامها بالإجرام. فبتمنى أنه القضية ما تاخد كتير مسارة، ويبدو أنه مثل ما شرحت مبارح على القاضية غادة عون لإحدى المواقع الإلكترونية أن القرار ليس إدانة للدكتور هاشم، بل هو متابعة كما قلت في بداية الحديث لمسار القضية التي فيها واقعة قتل. جميل، كان معنا من بيروت الصحفي ربيع فران، شكرا لك أستاذ ربيع. شكرا. موضوعنا الثاني بثينة الرئيسي، هي فنانة عمانية شهيرة جدا تعيش بشكل أساسي في الكويت. بثينة مثلها مثل الكثير من العمانيين كانت حزينة على رحيل السلطان قابوس، وللتعبير عن حزنها نشرت صورا له عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت صورا من ذكرياته وأبرز لقاءاته مع زعماء الدول حول العالم. لكن صورة معينة أثارت غضبا كبيرا في الكويت، وهي هذه الصورة، كانت قد جمعت السلطان الراحل قابوس مع الرئيس العراقي صدام حسين قبل غزو الكويت عام 90. هذه الصورة تسببت بجدل واسع في الكويت، بل وصل الأمر إلى دعوات لمحاسبتها وطردها من الكويت. تبي تحرم الكويتيين؟ لا تقعدين أجاب لنا ردي ديرتك، لا تقعدين عندنا، قاعدة بالكويت حشمينا واحترمي الكويت واحترمي مشاعر الكويتيين، حط قعدي هناك وحط اللي تبينه، غيرك واجدك وكذا وحدة حطوا شيات قفنا بكيفها، هي بروحها لكن قاعدة عندنا بوسطنا وتشاركين في أعمالنا، ويعني ما حشمتي حتى النعمة اللي انت فيها. الانتقادات الموجهة إلى بثينة لم تتوقف، رغم أنها قد نشرت عبر حسابها في سناب شات فيديو مسجل. هذا الفيديو لا يظهر وجهها لكنها توضح موقفها فيه، وصوت بكائها كان واضح في الفيديو كما ستشاهدون في هذا الفيديو. من كافة أنحاء الخليج والوطن العربي، وكنت أنا على طول أنزل أول بأول، أنزل أول بأول، وكل صورة كنت أنزلها كنت أشوف فيها صورة السلطان بغض النظر عن منو كان معها. وهذا غلط مني أكيد أني أنا أنزل أشياء ما أراجعها، بس والله العظيم أن وضعي ما كان يسمح، أو حالتي كانت ما تسمح أني أنا أراجع كل بوست أنزله، وهذا كان غلط فادح مني وأعترف فيه، أعترف فيه، أعترف أنه كان المفروض أني أنا أراجع كل شيء ينزل، بس هذا الشيء ما يعطي أي أحد الحق في أنه يشكك لمحبتي ولائي للكويت وأرض الكويت وأهل الكويت. للأسف اعتذار بثينة هذا لم يوقف سيل الهجوم عليها، خاصة من الإعلامية فجر سعيد التي غردت في تويتر تقول: سمعت فيديوهات البكاء والنواح، عذرك غير مقبول، احشمي نفسك وعودي إلى بلدك عمان، لأن الشعب الكويتي كله مو طايقك ولا أعتقد العمانيون سوف يسامحونك. أيضا في تغريدة أخرى أحمد ذكر حول هذا الموضوع: مسكينة يا ديرتي يا كويت، يأكلون من خيرك ويذمونك. أما هناك بالمقابل كان هناك مدافعين عن بثينة من الكويت وخارجها، فكتبت رشد هذه التغريدة: الإنسان مو معصوم من الغلط، وواضح أنها تعبانة ومنهارة، الله يلوم اللي يلومها، والكويت وعمان واحد، وما نشكك
حبهم للكويت. فلاح بن محمد أيضا غرد هذه التغريدة وقال: إياكم أن تصدقوا أن من عاش يوما في الكويت أو عرف الكويتيون أن يتعمد استفزازهم، لا يوجد ما يزعج بالصورة، وغررت أنها سقطت سهوا. مستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل. مليون روبل لكل عائلة تنجب ثلاثة أطفال، أين؟ في روسيا.